أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آج کی کلاس میں ہمارا لیسن شروع ہوگا آیت نمبر 21 سے تجوید کے ساتھ. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جزاك الله خير. آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے. آج کے سبق میں جتنی بھی تجوید آئی ہے اس کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے اپنے سبق کو. انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور پریکٹس کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.